تقريبا ملي بدا الماتش انا جاتني هذه هي الفرص ديال صحاب القهوه فين كيستغلوا الوضع ديالهم يعني فد ملي بدات هذه البطوله ديال المونديال تقريبا هادو هما الاثمنه اللي تولاو تيطلعوا ما رحتش في هذه البطوله هنا فين كيربحوا هما صحاب القهاوي. بالنسبه للاثمنه بالنسبه للناس اللي عندهم راه كتجيهم القضيه عادي، الناس اللي ما عندهمش راه كتجيهم القضيه شويه صعيبه، كاين اللي كيتفرج في الدار، كاين اللي كيجي خاصو يريزيرفي باش يشد بلاصه هنايا. ايوا هذه الظروف دابا هي هذه، راه هذه هي الفرصه بالنسبه للموالين اللي كيبيعوا لي تيني ولا اللي كيبيعوا لي درابو ولا موالي القهوه. سي دو سويت بلاد المناسبه، هذه المناسبه الدولي اللي فرحات كاع المغاربه وهذا عنده واحد الصدى زوين في المغرب، ولكن كما كتشوفوا في هذه القهاوي ديال اللي استغلوا هذه المناسبه ولو دايرين الريزرفاسيون ولو دايرين بحث الاثمنه الخياليه اللي حنا في التيك ديال التيران باش نقطعوش بهذه الاثمنه ولينا القهوه خصنا نتفرجوا ب 40 درهم 50 درهم، وفي التيك في التيران في قطر تيدخلوا فابور وهنا تتفرج ب 40 درهم. فهمتيني هذا الشيء راه ما خدامش ديال الريزرفاسيون، خصك تعاملوا مع الشعب كيستغلوا الفرص بطبيعه الحال، هو استغلال الفرص ماشي المغرب. الا بغيتي تفرج في المغرب يولي خاصك تكونسومي وتريزيرفي وشحال من حاجه وباثمنه، لا 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 هادشي غير قانوني. زعما جو تروف كو بصح كيعيقوا في لي بري وداك الشيء، حيتاش كيستغلوا زعما هاد الفرصه هاد الفرحه وهادشي ديال لي سيتويان وكيبقاو يزيدوا، حيت عارفين بلي راه واخا كيزيدوا لو بري واخا هكاك غادي نخلصوا، حيتاش كتكون واحد اون سيغتان امبيونس ماشي بحال تفرجتي في الدار ولا شي بلاصه اخرى. دو لا بو زعما كيعيقوا، هذا استغلال. فوالا جو كوستيون با. دابا هي الصراحه جو كومبخون انه فيك الناس كيتكبوا بزاف على المقاهي هما يسون اوبليجي باش يحددوا واحد الثمن باش يقلوا شويه من داك لونغومون وديك لافو اللي كتكون، ولكن بصراحه ملي كنجيو نشوفوا هذا لو ستاد اللي وصلنا ليه في لا كومبيتيسيون اول مره تاريخيا كنقول بانه خصهم شويه حتى هما يتعاونوا مع الشعب وانكوراجوه باش يجيو حتى هما يشجعوا المنتخب ديالهم. دونك بين وبين من جهه راني متفاهمه ومن جهه اخرى كنقول يقدروا حتى هما يلقاو واحد الثمن اللي مناسب لكل شيء. اليوم انا كنت عيطت في الصباح على 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 واحد القهوه على النصف النهائي باش نحجز، قالوا لي راه البلايص كاملين عامرين. عيطت لواحد القهوه واحده اخرى حتى هما كيقولوا لي خصني نتسنى حتى لاش من ساعه عاد نعيط لهم، وكيخصك بيان سور تخلص ان سيغتان مونطون. دونك بالنسبه للقضيه ديال الريزرفاسيون في المقاهي فالقضيه عندها علاقه بالعرض والطلب، هذا الشيء راه معروف. راه القهوي ماشي ديما غيبقاو ريزيرفيو الناس، راه كاس العالم بقاو لي غير زوج ماتشات، وبالتالي هذه فرصه الناس كي صحاب المقاهي كيستغلوا هذه الظروف. بحال العيد الكبير كيران كيوصلوا 200 درهم 150 درهم من هنا لمراكش، وكتمشي بالخطره هي 100 درهم في العيد الكبير، كتمشي ب 150 200 درهم. كذلك في عاشوراء عاوتاني كيتزاد الكاوكاو واللوز وكل شيء، فكاين العرض والطلب. الطياره مثلا هاد الايام كدير 8000 درهم السعوديه، ولكن في رمضان غتولي دير 13000 درهم. اذا هذا الشيء معروف في الوقيته ملي كيكون العرض والطلب وكيكون الطلب اكثر من العرض كيرتفع الثمن، وهذا الشيء عادي وهذا الشيء سحابه عابره. وشوف ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.